حياتي كلها 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 في قصه. هذا الولد هذا ما تنعسوش معاه، ما تن الى ما عطيتوش الدواء مع 6 ديال العشيه ما يطلع النهار، الى ما عطيتوش الدواء غير واحد النهار يطلع الصباح، يطلع الصباح. هو عنده الاعاقه عميقه، تينتف تعض. الى عطيناه المصاريح ديال 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 وزاره الصحه ما غاديش تعنى بهذا الولد. وهاد الدواء ديال ديما ماشيش الدواء غير ديال واحد النهار ولا ديال شهر ولا ديال عام. هذا الدواء ديال هو امامكم 30 عام ديال الدواء، وانا مازال في المصاريف ديالو وانا ما خدامش. كنا تنخدموا شي واحد البركه ديال السلعه الناظور، شدوا علينا الحدود خلاونا تنسعاو. ملي تنمشيو لشي عماله تيشدوا علينا البيبان، ملي تنمشيو لعند شي باشا ولا تنمشيو لعند شي واحد تيبداو يجبدوا جيابهم تينفطوهم علينا. ملي تنمشي لعند رئيس مجلس البلدي تيبقى يقول لي شنو هذا الاجعاج، تندخل عنده تيقول لي شنو هذا الاجعاج. تزيد لي الدري في 89، راه دخل دابا 32 سنه الله يطول له العمر. السنانه هما ديك الرجل في القلب الفم ديالو الدروس، ما كاينش حتى شي واحد ما تيسول فيا، تيسردوني الكلينيكات ديال الفلوس. هاد الولد غادي يشدوه غادي يقتلوه ولا غادي يديروا له شي حاجه. هما كانوا تيخرجوا لي واحد الدواء هو اللي سببي في داك الدكراج ديال الدروس ديال القلب ديال الفم ديالو، دروس مقرجين. هو ما تيكمي قارو ما تيستعمل حتى شي حاجه، تيستعمل غير ومازال حياته صغير والدروس عنده مقرجين. لا اله الا الله محمد رسول الله. واش دابا الا عضنا هذا الولد هذا راه غادي يحيد لي الصبع، الصبع غادي يحيد لي. ملي تنمشي لعند السيد العامل ما تيستقبلناش، ملي تنمشيو لعند السيد الباشا ما تنلقاوش كاع، ملي تنمشيو لعند سعادة الرئيس ما تنلقاوش كاع. دابا تتمرن باش نمشي للرباط عدد من المرات، عدد من المرات مشيت للوزارة، مشيت للتضامن ديال الوزارة، ما خليت فين مشيت. اخويا الناس اللي تيشوفوا هذا الفيديو راه تيشوفوا الحالة اخويا كيفاش دايرة، راه الحالة حالة الله، لا خدمة لا ردبة. عندي العائلة ديالي وسامحة ما هاملاني، تتقول لي ودي سير دي داك المعاق. عندي واحد العائلة ديالي لاباس عليهم ما مخصوصينش، كيقول لي لا سير دي الولد للسبيطار وسير دي لدار الخيرية. قلت له ما راه ماشي واش تقدروا انتم واحد من ولادكم تديوه لدار الخيرية. قلت له راه كما كان راني قابل عليه، إلا كان تيشوف فيا شي محسن ولا تيشوف فيا شي نظرة أنا ما تنطلب حتى شي حاجة، ما تنطلب لا فلوس لا والو، تنطلب غير العلاج ديال الصحة والسكانير ديال الراس ويشوفوا لي السنينات ويتعاملوا معايا على هاد الكروسه وهاد الكوش وهاد الادويه اللي تنستعمل لا غير. اما انا باش ما كتب الله تنعيش، انا تنخدم غير من اجله. تنخرج دابا تنخدم مع الانعاش، مع الانعاش تنقيد تنخدم. واش شنو غيعطيوني هاد الانعاش؟ ما عندهم ما يعطيوني. واش غنكفيها للدار ولا نكفيها للولد ولا فين غادي نردها؟ عندي هي الوالده مريضه تتشوف اخويا قدامك الحاله حاله الله، حاصلين غير في الضوء في الماء في المصاريف. اخويا اخويا ما نقبلش. علاش اخويا هاد الحاله هادي؟ واخا غادي ندي للخيريه راه ما غاديش يقدوا به. حيت علاش هاد الولد؟ هاد الولد مربي على مو وباه. الى مشى ديتو لدار الخيريه غادي يبقى ينتفهم، غادي يبقى يعضهم، ما غاديش يبقى يخليهم يصيبوا له الخروق. انا عليه نضحي الحياه كامله حتى نموت. انا تنفتش غير من بعد الممات، بعد ما نموتوا حنا ونشوفوا الضمانيه ديال هذا الولد. ما بغيناش نخليه هكذا مشرد. الا حطيتي له مشمر ديال العافيه يقدر يمشي لعندو، حطيتي له مقرش ديال الماء سخون يقدر يمشي لعندو. انا هي الباب ديال الكوزينه محيدها من الباب من الكوزينه وملصقه انا في الباب ديال الصالون باش ما يخرجليش لهنايا. تاني نعسنا حدا تيطير علينا تيبقى ينتفنا وتبقى تيعض فينا تنهربوا له. محيد الباب من الكوزينه وملصقه هنايا بين الصالون والصالون باش ما يخرجليش لهنايا. ومني تينوض لي الصباح لابد الصباح بكري، تينوض ليا مع الفجر، تينوض ليا تيقول لي خاصني نخرج للزنقه، تيعطيني الاشاره الى لقى الباب محلوله نلقى الولد خرج لي لبرا. يمشي لي الباب ديال الحديد ويبدا يضرب فيها، والجيران تيتقلقوا والناس كل واحد وكيفاش يقولها فينا. اللي تيقدرنا الظروف راه تيقدرنا الظروف، واللي ما تيقدرناش الظروف راه لا اله الا الله محمد رسول الله. خويا تنطلب من المحسنين يتضامنوا معايا غير في هادشي ديال الدويات وفي هاد المصاريف اللي عندي ديال هاد الولد لا غير. حيا محمد السادس، حيا ملكنا واحد. انا تنعترف غير بسيدنا الله ينصرو، سيدنا الله ينصرو تيحني عليهم تيبوسهم وتيطوعهم. ولكن هاد الحكومه ما تتشوفش المصاريح الاجتماعيه. ملي تتمشي تشكي على الضر ديالك تبقى يقول لك انا راه عندي المعاق، انا راه عندي المعاق. واحد قلت له راه عندك المعاق، راه عندك المندا، راه عندك الوظيف،
شوف القيمه ديالك فين راها. تقول لا واش دابا جينا ندابزو؟ انا خويا انت تشوف الحاله ديالو، الاعاقه في الهضره ما كايناش، الهضره الاعاقه في الفهم ما كاينش الفهم، الاعاقه في المشي ما كاينش المشي، الاعاقه في الطواليط ما تعرفش الطواليط. راه الله يكون في العون ديال امو، امو اللي شرب المحنه. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.